بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. عايزين نعمل المارك أول أز ريد، اللي هي نقرأ الإشعارات كلها مرة واحدة. يعني مثلا لو احنا عندنا مثلا لو في اليوزر ده عندنا مثلا أكتر من إشعار، عندنا مثلا 2 إشعار اهمت، عايزين مثلا نعمل لهم ريد أول. نعملها ازاي؟ الهرف الموفرة الجزئية دي هي بسلاسة وبحاجة كده ناجحة جدا. في حاجة اسمها ماركينج نوتيفيكيشن از ريت، ده بيقرأ لك النوتيفيكيشن كلها مرة واحدة، تمام. بيقول لك ان انت هتخش على جدول اليوزر وتقول له فايند، وبتعمل فور اتش على اللي هو الان ريد نوتيفيكيشن، وبتعمل له حاجة اسمها مارك ازريد، تمام. يبقى احنا محتاجين نروح المشروع بتاعنا في الكنترولر، تمام. عندنا هنا نعمل فانكشن جديدة، نقول له public function، نسميها مثلا مارك as read. طبعا ما بتاخدش بارامتر الفانكشن ديت، ما بتاخدش اي بارامتر معاها، تمام. كل اللي احنا هنعمله فيها هنقول له نعمل variable user بيساوي اليوزر بتاعنا find تمام. هنقول له بقى ايه فايند اللي هو الاوث، اوث اوف اليوزر وهات لنا الاي دي بتاعه، اوف الاي دي، تمام كده. عايزين بقى نعمل الفور ايدج زي ما هو عاملها، فور ايدج يوزر از لا، احنا مش هناخد اليوزر از، احنا هنعملها فور ايدج يوزر مثلا اوف النوتيفيكيشن، مش النوتيفيكيشن نشوفها. هو عملها نون ريد نوتيفيكيشن، تمام. از نوتيفيكيشن، تمام. هنقول له بقى ايه فيها هنقول له النوتيفيكيشن ديت اوف مارك ادريت، تمام كده.
وبعد ما يخلص المفروض ان هو يعمل ريتير، نقول له بعد ما يخلص ريتير ريتير تمام كده. يبقى كده السيناريو بتاعنا او الحادث اللي هيحصل ان احنا بنقول له خش على جدول اليوزر وهات لنا اليوزر اللي عنده نوتيفيكيشن واللي ما اتقرتش، واعمل لها حاجة اسمها مارك از ريد، يعني اقرا الاشعارات كلها بتاعته. تمام، يبقى احنا كده هنروح في الروتات نعمل روت جديد عشان الفانكشن ديت اللي هي مارك ازريد ديت مش موجودة في الريسورس. يبقى راح في الويب هنقول له روت من نوع جيت، هنقول له مثلا notification نوتيفيكيشن وتروح تجيب البوست كنترولر، بوست كنترولر مع الطيارة ديت، ممكن نسميها ايه؟ notification dot all. هنروح بقى عند المارك as all. تمام، كده هنقول له route كده خلاص، نسمي الله كده ونشوف ونعمل ريفريش عندنا ونعمل هذه الداشبورد بتاعتنا عندنا في اليوزر ده عنده واحد نوتيفيكيشن، هنعمل له مارك اول از ريد وهنشوف ايه اللي هيحصل. اصبح زيرو، يعني كل الاشعارات اتقرت. تمام، هنروح في جدول النوتيفيكيشن، ادي جدول النوتيفيكيشن، نعمل ريفرش فيه تمام. يبقى 2 بوست اتعمل لهم ريد خلاص. طيب في اليوزر التاني نعمل ريفرش، ادي مارك اول از ريد المفروض تبقى زيرو، خلاص اتحولت لزيرو.
نروح نشوف ادي جدول النوتيفيكيشن، يبقى كلهم اتعملوا ريد ات، اتعمل لهم ريد ايه، ريد ات. طيب دلوقتي احنا في المتصفح بتاعنا في حاجة اسمها فيو اول، يعني انت دلوقتي قريت كل الاشعارات وحبيت تشوف بقى ايه البوستات ديت، تمام. فانت بدل ما تروح تعمل روت وكده، فانا ممكن تدوس على الفيو اول وتشوف كل البوستات اللي موجودة. نعملها، انا عملتها عشان بس نلخص وقت الفيديو. كل اللي انا عملته، عملت روت وبوست شو دوت اندكس، عملت في ان انا بعرض في صفحة الشو هنا في البوستات في الشو، وعملتها بالفور اتش بوستس از بوست، وجبت التايتل والبادي والكريديت ات، تمام. ونعرض كل البوستات الموجودة عندنا في المتصفح، تمام. هذه كل البوستات اللي هم الاربع بوستات اللي موجودين عندك، عملتهم بالشكل ده، تمام. تقدر انت تعملها بكل سهولة يعني بنفس الطريقة اللي انا عملتها دي، تمام. دلوقتي محتاجين حاجة، مثلا لو احنا عايزين نمسح البوستات دي من الاشعارات، يعني احنا عندنا الاشعارات دي هنرجعها تاني، هنعمل بس الكله نال، تمام. نال نال تمام. ادي الداشبورد، عندنا واحد بوست، وهنا برضو ادي الداشبورد، عندنا التلات اشعارات بتوعنا، خلاص. يبقى هنا التلاتة وهناك البوست، عايزين اللي هما الاربع بوستات. طيب دلوقتي احنا عايزين لما نيجي نفتح الاشعارات نعمل بوتن هنا، تمام، او قدام كل بوست نعمل له مثلا ديليت، احنا مش عايزين نشوف، او نعمل ديليت هنا لكل البوستات او لكل الاشعارات اللي موجودة عندنا، تمام، ويمسحها كمان من الداتابيس. هنروح في المشروع بتاعنا في الكنترولر، ونعمل عندنا فانكشن جديدة، احنا ممكن نستخدم بتاعة الدستورية على فكرة، يعني نعمل بتاعة الدستورية ديت ونستخدمها أحسن. أدي أدي البوست بيساوي اليوزر find الاوت اوف اليوزر اوف الاي دي، تمام، وسيمي كولون. عايزين طبعا هنا في الموضوع ده نعمل فور اتش برضو، فور اتش، تمام. هنعمل نفس الكلام ده،
تمام، ناخد كل كوبي عشان نستغل الوقت. تمام كده. بس هنا بقى بدل mark as read لا هنغيرها delete. ادي يا جماعة اللي هي delete خلاص. user notification delete. تمام، هنروح بقى في عندنا في ال في notification، عايزين نضيف بوتون جديدة جام المارك as all. هذه الكاونت العداد نضيفها فين؟ العداد هنا بينهم. نضيف بوتين جديدة ال ايه. تمام، تاخدنا على راوت. بوستس دوت ديستوري تمام، وهنا نسميها جيني فلاي كلاس. تمام، يبقى احنا كده عندنا زرار ظهر هنا اهوت. لما تيجي تشوف النوتيفيكيشن بتاعك، يا اما تعمل لها ريد اول عن طريق ان انت تضغط على المارك اول از ريد، او ممكن تعمل لها ديليت. طب نضغط على ديليت ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، اصبح برضو زيرو، بس بقى في فرق. هو دلوقتي حذفه من الداتابيز. احنا عندنا كام؟ 4 بوست. لو انت عملت ريفريش في النوتيفيكيشن هو حذفه، يبقى اصبح 3 بس. يعني في فرق بين الريد ات والدس والديليت. تمام، هو كده عمل حذف للبوست كله من نوتيفيكيشن، من جدول النوتيفيكيشن خلاص. طب نروح لليوزر التاني. انت عندك كده، نعمل ريفريش. طيب عندك 3 بوستات، نعمل لهم ديليت. اصبح زيرو الكاونت، وفي الداتابيس عندك النوتيفيكيشن المفروض ما يكونش فيها حاجة. تمام، اصبح النوتيفيكيشن ما فيهاش اي جدول، النوتيفيكيشن كله فاضي امبتي. تمام، ده كان موضوع الدرس بتاعنا. يا ريت لو انت حبيت ترجع للدوكيومنتيشن بتاع لارافيل، مهم جدا، لان هو يعني لامم الموضوع كله. وطبعا احنا الشرح بتاعنا يعني ملم بالموضوع، بس انت برضو لازم ترجع للموضوع نفسه في الدوكيومنتيشن عشان تقدر تستوعب اكتر وتقدر تطبق وتعمل عملي اكتر. لان انت كل ما تطبق عملي اكتر في اي محاضرة من المحاضرات اللي احنا بنعملها،
تقدر تستوعب الموضوع أكتر وتقدر تمارس أكتر. وألقاكم في المحاضرة القادمة.